فاليوم راح نسوي كراونيز. اللي ما يعرف شو هو الكراونيز، هو كوكيز مع براونيز يصير كراونيز، لكن معجومان فيصير كراونيز وعيد. فهمتوا كيف؟ فيلا نسوي. طبعا نفس نظام الاسبوع اللي فات، انه اختي راح تقول لي سوي كذا سوي كذا وانا راح اسوي. يلا حط الزبدة. ما طاحت كلها. حط سكر بني كده كله عشان ما تعب نفسي وافش نفسي كده. ما توقعت لدرجة انا فاشلة. حط البصل هو ينزل كده والله. ما نزل. ظلمة كبيرة وبغيت اموت. واحدة بيضة. اسمعي انا تعب اقفل هذا وهذا، ليه تحطي كله مع بعض؟ خلص والله يعني الموضوع يتعب. كفتي كم مرة سويتها وما تعبتي؟ لا كانت مرتين بس، هنا أربع مرات. حسبتها حساب. لسه في خريطة تانية. كتير كده كتير والله كتير. نحط دقيق. أنا ليه ماسك المنديل؟ أنت بتسوي دحين كوكيز؟ حتى ما أدري. جميل. ما في فايدة. الله مطبخنا مرة مرتب. أبغينا يعني نتكشخ نسوي زي حقون الطبخ كده. هو يجيب شيك فيها. أيوة. مصور على أساس إن إحنا مطبخنا مرتب وكله طقم واحد. شوفي من كل طقم صحن جايبين هذا. خلاص إن شاء الله الطبخة الجاية حيكون كل شيء مرتب إن شاء الله. هذه عجينة الكوكيز وراح نحطها في الثلاجة. واحد كوب سكر. قلت الزبدة. غير مايكا. خلاص جماعي. كده ايوه. طب خليني اقول كده بعدين تقولي ايوه. كده ايوه كده ايوه. انا عارفة كده تكبري. انت جبت المعلومات دي منين؟ تصدقي ثلاثة طلعوا؟ طيب انا يعني حسبهم اثنين. كنا حناكل قشرة ونموت. وبغيت اموت. 2 hours later. احسبوا قشرة. شفتي يعني بالله احسبوا كم مرة قفلت الخلاط وفتحته وهتشوف انه في فرق. زودوها هذول خلاص مرة مرة.
بدرة شوكولاتة. الله شكله مرة ما يشهي. انت قلبي وين خلينا اظهن الزينة. اظهن؟ اظهن الزينية. الزينية قلبي شبيه. اظهن الزينية. شوفوا. شاطر صف قولة صف قولة شاطر. اسمعي اللي فات سوينا كوكيز حطوا كده كله ان شاء الله. مين عارفة امسك كده؟ ما ادري كيف الناس تغرف. كيف الناس تغرف؟ ايش بك عايزة؟ استغرب احتاج مساعدة. ايش تبغى؟ حطي ذا هنا. ايش بتبغي؟ صدقي حلو اجرب. لو سمحتي مع نفسك. ليه؟ ليه؟ ما تجي بسرعة بسرعة. لازم اخلصوا بنات. هذه اسمها مهارة. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. شو اللي سمعت؟ A few moments later. اتحرك شوية. مرة حار. والله مرة حار ماني قادرة امسكه. اتكب كله الحمد لله. لذيذ مرة. لذيذ رهيب. دائما اسوي هذا الفطور لما ما يكون بالي حاجة او لما اكون كذا مستعجلة. ما ياخذ مني غير 5 دقايق. مرة احبه لذيذ. دحين بنسوي وصفة الفطور حقت اليوم. نجيب زبدية صغيرة، فول سوداني طبعا ما في كميات بالنظر. يا رب تنزل. عسل، نجيب حليب ونقلب لين ما يصير زي كده. دحين نحطه على جنب. تجيبوا اي فاكهة تبغوها في الحياة. انا جبت موز وتفاح. سنعود بعد قليل. عدنا. نجيب الخليط اللي اول سويناه ونحطه وبالعافية. حابة اقول لكم مرة شكرا على التفاعل في فلوج الاسبوع اللي فات. انا مرة مبسوطة انه عجبتكم فكرة فيديو يوم الجمعة. وحقيقي مرة شكرا على تعليقاتكم اللي تفتح النفس. في حاجة كل ما اطفش اسويها اللي هي هذه الكلمات اللي اظن اسمها احرف متقطعة. من الكلمات متقطعة حاجة زي كده اتوقع عرفتوها، اللي هي يكون في كلمات وفي مربع وفي له احرف، بعدين انتوا تلاقوا الكلمات من الاحرف اللي هنا. فاشتريت ذا الكتاب من زمان لكن استعملته كثير، لكن دحين دي الفتره من كثر ما صرت مره اطفش كثير صايره استعمله. طبعا من ذا الكتاب تقدر تتعلم منه اشياء مره كثيره زي السبيلينج وكلمات انجليزيه، فمره حلو. للي يسال هذا الكتاب من فين، هذا من مكتب الجرير.
أنا اليوم مودي مود فن، نفسي أسوي جورنال. من زمان ما سويت جورنال، آخر مرة سويت جورنال أتوقع في رمضان، فأبا أسوي جورنال. راح أسوي الصفحة اللي في البداية، راح أحط صورة يعني كبداية. صورته دحين راح أعدل عليه عشان أنزل بوست في إنستغرام. في طريقة تانية نقدر نسوي فيها الستيكرز غير عن الطريقة اللي سويناها الأسبوع الماضي. اللي هي إن نجيب دفتر التلوين أو أي حاجة تقدر إنكم تلونوا عليها وتأخذوا أي شكل يقدر إنه يصير ستيكر. مثلاً هذه الصفحة كلها أشياء على الطبخ وعلى شكل كيوت. لونت بعضها، لكن في بعض الأشياء برضو أبلونها كمان. راح أقصقصها وبعدين وقت ما أباها في جورنال راح ألصقها بالغير العادي، ما راح أتفلسف زي الأسبوع الماضي. أوبسي. وبس كنت حابة أوريكم دي الفكرة اللي كلنا نقدر نسويها. آخر مرة رسمت على لوحة
من قبل الحظر أو الحظر. فاليوم اجتهيت إني ألون بالألوان الأكريليك وتخبيص وزي كده. عادة الرسومات اللي أرسمها في اللوح ما تنجح، لكن بجرب معاكم. راح أرسم رسمة بسيطة، ما راح أرسم رسمة. المهم فايل نبدأ. جبت هذا الشيء اللي هو مو لوحة، يعني لقيته كده ما أعرف إيش اسمه. أهم شيء إنه قاسي وينفع للألوان الأكريليك، فايب. طبعاً جبت جريدة عشان تعرفوني أحب أجيب العيد. يلا نبدأ. ودحين فقرتي المفضلة اللي هي التلوين زائد. أهلاً أهلاً بالعيد. وما فيها كده مرة حركات مرة واو، في بعضها لسه ما نشفت، صح انها تخبصت في بعض الاماكن. جبت هذا الستاند وراح احطها هنا على المكتب. لي فترة جدا طويلة سحبة على الرياضة، فقررت اليوم اني ارجع لها. بدأت بمورنينج يوغا وستريتش وان شاء الله اكمل. بعد ما خلصت اليوغا حسيت اني ابى انجز، فعندي مهمتين، يا اما اني امنتج الفيديو اللي انتم قاعدين تتفرجوا عليه دحين، او اني اسوي جورنال واصوره وانزله في فيديو تاني، يعني مو في الفلوج نفسه، لانه كثير منكم طلبتوا مني اني اسوي فيديو جورنال، فماني عارفه ايش اسوي. شكلي راح اسوي جورنال لانه في شمس، فانا احتاج اضاءة الشمس، اما المونتاج اقدر اسويه في اي وقت، فخلاص راح اسوي جورنال.